كمان. والمهندس عدلي بيشير إلى ثقافة الاختلاف في الراقي في الرأي والكبير والصغير. أعتقد كابتن محمد فضل عبر عن تقديره للمهندس عدلي بأسلوب لائق نشوفه. ما نقدرش نتكلم، يعني هو أيقونة النادي الأهلي سواء في التعاقدات، في الإدارة، كرئيس شركة النادي الأهلي. في الآخر حتى لو في عتاب، هو عتاب زي ما بقولك صحي، ما ينفعش أي حد يزعل من حد في مقام والده. هو كان صاحب والدي الله يرحمه، والمهندس عدلي على فكره بقى دي سر كده، ان انا اول ما دخلت النادي الاهلي اول حد قابلته المهندس عدلي كويه. العتاب هو عتاب صحي، له الحق طبعا ان هو دافع عن مصلحه النادي الاهلي، لكن المهندس عدلي كان في كلام وصل له بطريقه خاطئه جدا، وهو عنده برنامج والبرنامج هو بيمثل النادي الاهلي، فطلع انتقدني. كان حاجه من الاثنين، يا اطلع رد يا كلمه في التليفون. انا كلمته في التليفون، بس كلمته في التليفون قلت له حضرتك كذا كذا كذا، يعني اتكلمنا تبادلنا الحديث. وهو طبعا زي ما قلت لك يعني يمكن راجل في مقام الوالد وله احترامه، ومش عيب ان احنا نتعلم. وحتى ما وضحت، هو يوميها بالليل طلع وقال ان فعلا طلع اتكلم عليا بشكل جيد، طلع اتكلم بشكل كويس، وهو كان زعلان مني. يعني هو في حاجات كان وصلت له بطريقه خاطئه، وفي حاجات كان عنده زعل، والزعل انا وضحته. حتى احنا كلنا بنغلط وكلنا بنعدل، وفي الاخر احنا اسره ودايما في كبير، فكل الناس اللي عندهم خبرات لازم نتعلم منه طبعا، سواء المهندس عدلي سواء كابتن محمود الخطيب. طبعا انا بسلم على المهندس عدلي بقول له زي حضرتك وربنا يديك طول عمر الصحه، ودايما نتعلم من حضرتك وتكون فعلا ايقونه النادي الاهلي في التعاقدات وفي الإدارة وكل حاجة، وربنا يديك طول عمرك صح. الحقيقة أنا بالنسبة، وأنا قلت لك هذا الكلام حتى في عز ما كنا يعني مختلفين في الرأي معاه، وهو كان من الأمانة والشجاعة أنه كلمني تاني يوم عشان ننهي هذا الخلاف ويوضح، وكان راقي. الكابتن فضلي أنا بالنسبة لي عندي نقطة ضعف ناحيته. أنا لما شفته في كاس العالم ناشئين 97 عرفت انه بيلعب في نادي الصيد، كان واحد من الناس اللي تمنيت انه يجي النادي الاهلي وكلفت ان انا انهي هذا الامر. رحمه الله على والده سياده المستشار، اهلاوي حتى النخاع، عيله محترمه جدا، هو راجل مثقف جدا، فضل كدر كدر. وعندما كنت يعني اختلف معه كنت اختلف من منظور النصيحة، يستطيع ان يصل فضل الى بعد كبير جدا في القيادة الرياضية بحاجات بسيطة، في ان هو ما يسيبش الغضب يتملك منه بس، لكن هو راجل حقوق انجليزي عنده خبرات وعنده شخصية، ويستطيع ان هو يبني، عنده رؤية. انا فضلي احبه بقى، وانت الانسان اللي تحبه ويحبك، يحبك بعبلك وتحبه بعبله، ما تنقيش انا بحب دي وما بحب، لا، لما تعرف ان المحصله انه انسان كويس، وحتى رغم انك بتختلف في جزئيه ما احناش ملايكه، وهو لما يراني في هذا الشكل ما احناش ملايكه، احنا كلنا بنجتهد ان احنا نقدم نموذج للرياضه يمكن حد يستفيد منها في حاجه. كل التوفيق للكابتن محمد. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ربع العالم ده في أزمة عالمية ليه. ما تخافش على الأهلي. الف مالتي طاقه مناعه تركيز وست تاثيرات مختلفه على الجسم. الف مالتي صحتك هي اللي تسندك. دار العظام اكبر صرح طبي في امراض وجراحات العظام.